اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. مريم فارس؟ ميثم نسمع شنو؟ مريم لو نسمع شنو؟ دالي؟ شنو؟ راح تعتمدين على حركات الفنانة أو حركاتك أنت، وإذا أقطعتي الجمهور أنه راح تاخذين المرحلة تخلصيها يعني تنتقلين لمرحلة ثانية، أوكي؟ أوكي. حتى لو تعتمدين على حركاتك بالاستعراض. أوكي عادي. يلا. خلونا نبلش ويا شاهندة ويحيى، ليش تضحك؟ خلونا نبلش ونشوف. من وجهك الثوبين ولو كان عندي ذنب، لو كان عندي ذنب، انت اول ذنوبي ذنوبين. يا ويلي اه يا ويلي يا ويلي. شفتوها لو ما شفتوها؟ ما شفتوها؟ شفتوها؟ شنو رأيكم بيها؟ تعالوا، بما انه اجتازيتي واقول لك عافية زين وكنتي شجاعة وحلو اديتيها، خلي اقول لك سمعنا صوتك حلو زين؟ راح يعني تركنا المرحلة الأولى وفزتي بيها، راح تنتقلين للمرحلة الثانية ويا زميل أحمد وراح تغنينا فتشي، أوكي؟ ويمكن الأماكن. إيه نعم. خلونا نبقى ويا أحمد وشاهندة بعد هذا البريك.